خلال زيارة أجرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين، جددت موقف الجانب البريطاني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني وضرورة تطبيقه بالكامل، وذلك في إطار مواصلتهم للحفاظ عليه. كما أبدت مشاركتها لمخاوف الولايات المتحدة بشأن الأفعال المهددة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، وهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات. وبعد نشر تقرير أممي يفيد بانتهاك طهران الحظر الأممي على تسليح الحوثيين، اعتبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الوقت قد حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد طهران، حيث قامت إيران بنقل الأسلحة بشكل غير شرعي والذي يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، والذي لا يمكن أن يستمر بدون رد، وعلى طهران تحمل العواقب. يذكر أن التقرير عرضه خبراء أمميون على مجلس الأمن الدولي في يناير كانون الثاني، والذي أوضح أنهم تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في 2015. وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين، واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي بتقديم أدلة مفبركة على أن صاروخا أطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني كان إيراني الصنع.